السلام عليكم ورحمة الله وان تحياتي لكم. هذني جراوي الديب، العمر شهر. هذني من سلالات الذيب العربي. لاحظ الوان هنا جد حلوة. شوف الذيب ايش قد حلو من عمره شهر. هسه هذني تنطيهن اكل، الاكل مالتهن يكون تنوع لهن، مثلا تسلق لهن دجاج سلق وتنطيهن، او تثرد لهن ثريد خبز وحليب وصفار البيض حتى يدفع. هاي اول ثلاثة اشهر ما دار الحيوان يصير ضخم عندك. هسه هذا الجدر مخلي بيه بيض، صفار البيض وخبز وحليب. وانطيهن بالليل دجاج مسلوق حتى يكون ترف، لان هذا حتى لو اكله بعدها المعدة مالته يتأذى المعدة مالته، فانطيه له حتى يكون سهل الهضم مالته. انطيه له المسلوق وانطيه الصبح هذه اللي يسمونها صوصج، هاي مثل الاصبع، هاي الباكيت مالتها بلف، هذه هي يقولون عليها محرمة الاكل مالتها. بعض هواي دعايات يقولون عليها اللحم مالتها حرام، مال خنزير ما اعرف شنو بيهم يقولون مال، فانا اجيب لهن باكيت بلف انطي لهم في سبيل احافظ على صحة الحيوان 100%. ورا ما يكون هسه يعبر عمرهم بعد شهر ابدي انطيهن رؤوس ورجلين. ودائما الحيوان من نوع له الاكل راح يكون بصحة جيدة. اذا تنطيه بس لحم احمر راح يصير عنده ديدان، نوع له بالاكل وهاي لازم الجو مالتن. هسه من ناويك الجو صيف ابردلهن هذا المكان الفراش مالتهن، وان شاء الله يتربن بصحة جيدة. سبحن شي قليل فش المكان الجاي من يمهن. هذه الفرشة هسه هذه أرشلها الماي فينامن عليها يتبردن. تحياتي لكم.